مساء الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بصحة وسلامة مثل ما أتمنى لكم دائما. صار هواية ما ملتقين، بس اليوم راح نحكي بموضوع ضروري جدا، موضوع شاغل الكرة الأرضية، وأغلب الناس اللي أسولف وياها إما يسألني على هذا الموضوع أو يسألني على طرق العلاج مالته أو أسبابه أو أعراضه وإلى آخره. تحديدا اليوم راح نحكي على مقاومة الإنسولين وشنو تأثيرها علينا وشون نتجنبها وشنو الأعراض مالتها، بالإضافة إلى هذا شلون نتخلص من عندها. أنا أخوكم دكتور حسين وهاي قناتي. خلي نبلش هاي الحلقة ونسولف بيها على مقاومة الإنسولين. يلا خلي نبلش. أول شيء خلي نبدي به هو تعريف الإنسولين. شنو هو؟ هو عبارة عن هرمون حباب من أهل الله، قاعد وساكت دائما، يفرز من البنكرياس تحديدا من خلايا اسمها البيتا سيلز. هذا الهرمون يساعد خلايا الجسم أو يساعد الجسم أو يساعدنا إحنا أو يساعد الدم مالتنا. على التخلص من السكر اللي موجود بيه، ويدخل هذا السكر الى الخلايا مالتنا حتى الخلايا مالتنا تستخدمه كمصدر اساسي للطاقه. كنا نعرف انه السكريات او الجلوكوز تحديدا هو المصدر الاساسي للطاقه داخل جسم الانسان اذا انت ما تتبع الكيتو دايت او اي دايت منخفض بالنشويات. فهو راح يساعد انه يدخل هذا السكر اللي موجود بالدم الى داخل الخلايا، مثلا العضلات، مثلا الكبد، مثلا حتى الخلايا الدهنيه، يساعدها انه تمتص هاي السكريات وتستخدمها كطاقة. شلون؟ عبارة عن مستقبلات أكو على جدار الخلية. هاي المستقبلات هي مخصصة أنه يقعد عليها الإنسولين. من يقعد عليها الإنسولين راح تنفتح هاي المستقبلات، يدخل السكر إلى داخل الخلية، بعدين الخلية تتعامل مع هذا السكر وتولد الطاقة اللي تحتاجها حتى تبقى عايشة. فقلنا الإنسولين يفرز من البنكرياس، يروح المجرى الدم حتى يأخذ السكريات اللي موجودة بمجرى الدم ويدخلها إلى الخلايا مالتنا. هذا هو الإنسولين ببساطة. اكيد انتم سامعين انه الانسولين فشي مضر وارتفاعه فشي مضر. لا، بالعكس، الانسولين ضروري جدا حتى نبقى عايشين، بس بنفس الوقت ضروري جدا انه يبقى بالمستويات الطبيعيه مالته، ما يصير يصعد هوايه ولا يصير ينزل هوايه، لانه هذا الشيء راح يؤدي بعدين الى مقاومه الانسولين مثل ما راح نسولف فد شويه. فالانسولين هو عامل اساسي يساعدنا انه ندخل السكر مالتنا ويحافظ على مستويات السكر اللي موجوده بالدم، لانه هو يدخل السكر اللي موجود بالدم الى داخل الخلايا والخلايا تستخدمه كمصدر اساسي للطاقه. 4 مرات عدد هاي المعلومه حتى تنحفظ وتنزرع بدماغكم. اذا الانسولين يدخل السكر الى خلايا الدم، خلايا الجسم مو خلايا الدم. اوكي، متفقين؟ بيرفكتو. صدق، شنو رايكم بالتيشيرت على اعتبار كتبت عليه بيرفكتو وهذني السوالف؟ يلا خلينا نسولف اكثر. لو فرضنا انه انت عندك مفتاح وعندك قفل مال باب، وانت استخدمت هذا المفتاح على نفس الباب لمدة 30 أو 40 سنة يوميا، طق 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 تشك 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 وإلى آخره. ايش راح يصير بالنهاية؟ لابد أنه إما ينكسر المفتاح أو القفل نفسه يسوف ويكبر وواتيفر يصير به، بس ما راح يبقى بنفس الكفاءة اللي أنت كنت تستخدمها بالبداية. يعني اليوم إذا عندك مفتاح أكيد بعد 30 سنة ما راح يبقى، إما يصدي أو ينكسر وإلى آخره. كابتن، كابتن، هو كله ضرب، ما فيش شتيمة ولا ايه؟ نفس الفكرة هي تقريبا بمقاومة الانسولين. هاي بس كانت فكرة بسيطية، بس حتى يعني نحكي بموضوع علمي اكثر. من نستخدم الانسولين بكميات كبيرة على فترات طويلة راح يصير عندنا مقاومة الانسولين. ليش؟ لانه الخلايا مالتنا والمستقبلات اللي موجودة على الخلايا مالتنا بعد ما راح تتقبل الانسولين. فراح شي يصير، البنكرياس راح يفرز مستويات اعلى من الانسولين الى الدم حتى يتخلص من السكر وارتفاع منسوب السكر اللي صار عندنا بالدم. هذا الشيء يسمى بمقاومه الانسولين. على مدى انه البنكرياس مالتك يقدر يفرز انسولين بكميات جيده تحافظ على مستويات السكر مالتك داخل الدم طبيعيه، فانت بالامور السليمه. اذا انت وصلت لمرحلة انه البنكرياس قام ما يفرز انسولين بكميات كافية بالنسبة لك، هاي المرحلة، وصعد شوية عندك مستوى السكر بالدم بس بعده بالمستويات اللي خلينا نقول ما فوق الطبيعية بشوية، هاي المرحلة تعبر من مرحلة مقاومة الانسولين، راح تصير عندك مرحلة اخرى اللي هي مرحلة ما قبل مرضى السكري. يعني عندنا شغلتين، الاولى اللي هي مقاومة الانسولين، انه جسمنا ما يقدر يتعامل مع الانسولين بنكرياس يبدي يفرز انسولين اكثر، هاي تسمى مقاومه الانسولين. اذا عبرنا هاي المرحله والبنكرياس وصل مرحله انه حتى ويا الكميات الكبيره من الانسولين اللي ده يفرزها ما قام يقدر وبقى مستويات السكر عاليه بالجسم، هاي تسمى مرحله ما قبل السكري. فاهميها؟ اذا صار عندنا مرحله ما قبل السكري ومرحله مقاومه الانسولين.
طيب شنو أسباب مقاومة الإنسولين؟ خلي أنطيك فد مثال صغير جدا على دورة حياة الإنسان العراقي أو الإنسان العربي بصورة عامة. تقعد الصبح بسم الله الرحمن الرحيم، غسلت وجهك، فرشت أسنانك، قمت تتريق، راح تتريق بيض مع جبن. لحد الآن أنت مبقي الإنسولين بالمستويات الطبيعية، لأنه ولا واحد من عندهم هذول البيض والجبن يرفع سكريات الدم. بس تجي شو تسوي؟ عسل وصمون وخبز وسكر تخلي مع الشاي مالتك، رفعت عندك الإنسولين. طيب خلصت الفطور مالتك، رحت للدوام، طبعا اكيد يعني مال تشتغل راسا لا، لازم شويه تاخذ تعلوله مع اصدقائك اللي موجودين بالشغل، فتاخذ شويه بسكت على شاي، على شاي كرك، على حلويات، على سناكات مختلفه، رفعت الانسولين مره ثانيه. اجى فتره صارت ب 12 تقريبا، فتره الصلاه 12 وحده، طبعا صليت وراها لازم تحلي، ما اعرف ليش يعني هاي الفكره انه هم تاكل لك بسكويت والى اخره. خلصت رجعت للبيت، راح تتغدى اكيد رز وخبز. واحد جابوا له ام العراوي فوقها طلي، ما امان تلا ما تقعد عندنا امان تلا، ويجون يحطون بحلقهم هباللحم هذا، تروح للرماد اسبوع يصير بك كوليسترول وسكر من ورا الليه والشاي المتروس شكر. وبعد الرز والخبز اكيد راح تشرب شاي، والشاي تخلي بيه سكر همين ايضا، رفعت الانسولين. راح تنام تاخذ لك القيلوله مال الظهر، تصحى اكيد لازم العصرونيه مالتك تكون شاي، وما ادري كم مره شرب الشاي لحد الان اخي العزيز، يعني لا تشرب شاي هسه تقول لي المشكله بالشاي، لا اقول لك السكر اللي موجود بالشاي، وبسكويت وكيك وعصائر وشويه فواكه، رفعت الانسولين. طلعت مع اصحابك، لعبت ورق، ما ادري سويت، همين اكلت همين رفعت الانسولين، رجعت تعشيت، نواشف شويه صمون شويه باذنجان مقلي والى اخره من ذني السوالف، همين رفعت الانسولين مالتك، رجعت نمت، عدت دورة حياتك. زين كم مرة انت شغلت الانسولين خلال اليوم؟ 6 إلى 7 مرات انت رافع مستويات الانسولين لمستويات جدا عالية. فمن الطبيعي اذا اتجريت هاي الحالة لمدة 30 سنة اكيد راح تصير عندك مقاومة انسولين، واحتمال يصير عندك سكري. مع هذا خلي انطيك اعراض مقاومة الانسولين. اعراض مقاومة الانسولين، اول عرض واهم عرض هو تصبغات تكون بالرقبة وتحت الابط. ثاني شغلة عندنا بروز في منطقة البطن او ما يسمى بالعربي الكرش. ثالث شغلة تدرر بشكل كبير. رابع شغلة عطش بشكل كبير. نحول واعياء وتعب ما بعد الوجبات. ما عندك صفاء بذهنك. زيادة بالوزن بشكل ملحوظ. ارتفاع في ضغط الدم. ارتفاع في السكر الصائم. وكلها من هاي الشغلات اللي اغلب الناس تعاني من عندها بس ما تعرف ليش. ممكن يكون سببها مقاومة الانسولين. بس حتى نكون صريحين، يعني مقاومة الإنسولين أنت مو يعني سمعت بهاي الأعراض معناها لازم يكون عندك مقاومة إنسولين، لا، لازم تروح على الطبيب المختص مالتك، أكفت فحوصات معينة هو اللي راح يحدد بيها أنه أنت عندك مقاومة إنسولين أو لا. من أهم هاي الفحوصات ألا وهي فحص سكري الصائم وفحص السكري التراكمي. فقلنا مو من يمك تتصرح أنه أنت عندك مقاومة إنسولين، لا، لازم تراجع طبيبك وطبيبك هو اللي يقرر. طيب شون أنا أتجنب مقاومة الإنسولين وشون أتجنب مرحلة ما قبل السكري؟ لأنه خلي ببالك مقاومة الإنسولين يتبعها عندك مرحلة ما قبل السكري، وبعدين طبعا وراء مرحلة ما قبل السكري أكيد راح تدخل إلى مرحلة السكري من النوع الثاني مو من النوع الأول. هذا موضوع ثاني راح نحكي به اللي هو السكري من النوع الأول والنوع الثاني إن شاء الله بغير فيديو الأسبوع القادم إذا الله راد وسهل. شون أتجنب مقاومة الإنسولين وشون أعالج مقاومة الإنسولين؟ خلينا نتفق بالبداية على أنه أجمعت البحوث والدراسات على أنه السبب الرئيسي لمقاومة الإنسولين هو زيادة الوزن مالتك، والسبب الثاني هو قلة الحركة بالإضافة إلى عوامل جينية أخرى. طيب زيادة الوزن معناها أنه أنت لازم تخفف من وزنك. أكو واحدة من الدراسات تقول إذا قللت من وزنك 5% فقط، يعني إذا أنت وزنك 100 نزلت لل 95 راح تقلل فرصة الإصابة مالتك بالسكري أو مقاومة الإنسولين بمعدل 14 إلى 10%. فإذا أول شغلة حتى نبتعد عن مقاومة الإنسولين نخفف الوزن مالتنا. الشغلة الثانية الحركة والرياضة ضرورية جدا حتى تحسن المستقبلات مال الخلايا مالتك للإنسولين، لأن الإنسولين هو هرمون بناء، فأنت بالرياضة راح تستخدم الإنسولين بطريقة صحيحة وراح تحفز جسمك على أنه يستخدم الإنسولين بطريقة صحيحة. الشغلة الثالثة ابتعد عن المصادر اللي تخليك ترفع الإنسولين مالتك. بسيطة يعني
ماكو داعي تتناول السكريات المكررة، ماكو داعي تتناول النشويات بكثرة. أكل، ما أقول لك لا تأكل، أنا ما راح أجي أقول لك إنه الكيتو دايت هو الحل الوحيد لمقاومة الإنسولين، لا، بس لازم تعرف شلون تستخدم هاي النشويات بطريقة صحيحة. السكر، السكر سم قاتل، بس أنت تقدر تأخذ النشويات الصحية بالنسبة لك، تبتعد عن السكريات، تبتعد عن النشويات المكررة وإلى آخره من الشغلات المو صحية، بس تتوجه إلى النشويات الصحية اللي تساعدك إنه تعيش بطريقة صحية أفضل. فإذا قلنا الرياضة وتقلل من وزنك وتبتعد عن النشويات المضرة بجسمك. لهنا أنا أكون غطيت أغلب الشغلات المتعلقة بمقاومة الإنسولين وشرحنا شنو هو الإنسولين. أتمنى تكونوا استفاديتوا، إذا استفاديتوا دزوا هذا الفيديو لأصدقائكم ولا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب، لأنه هذا الشيء راح يحفزني وينطيني دافع معنوي أنه أكمل وياكم. على العموم لهنا أنا أكون كملت الحلقة، وتصبحوا على ألف خير. جاء وياكم أخوكم دكتور حسين، ومع ألف سلامة.